يسعد اوقاتكم زملاء، اهلا وسهلا فيكم على قناتنا على اليوتيوب بميكانيكا كلاب شانل. رح نحكي عن تريك صغير انه نحن كيف ممكن نربط الباور تشين او السي تشين على واير، ان كان ستريت واير ولا ان كان قوس غرز، منشان نحرك فيه سن بعيد وبدون ما يتحرك ضمن الواير يعني. فالمطلب نحن منا عقده. العقده كيف بتتم هذا الشيء؟ الباور تشين نفسه هاد منجيب نحنا حامل الأبر اللي بنستخدمه بالخياطة أو اللي بنستخدمه نفسه اللي بيوضع المطاط على البراكتات، مندخل طرفيه بهذا الشكل هيك بحيث تبه. أنا إذا فتحته كيف راح يفتح معي؟ تبهوا كيف إذا فتحته كيف بيفتح معي هيك؟ شو بساوي المرحلة الأولى؟ إذا المرحلة الأولى ربطت المطاط بهذا الشكل، حطيته بهذا الشكل، منجي مثلا نحنا عندي أنا هذا القوس بدي استخدمه بدي استخدمه مثلا بالغرز فرضا، او بدي استخدم المطاط عليه، يعني بدي يكون رابطه لهي المطاط على هذا القوس. شو بساوي انا؟ عملت دخلت المطاط، شوفوا كيف راح ادخل المطاط اسفل القوس، دخلت المطاط اسفل القوس بهذا الشكل للاخير، شوفوا كيف تمام. هلا بعدين شو بنساوي؟ بنفتح فكي الحامل الأبر، وشو بنساوي؟ بنمسك طرف المطاط بهذا الشكل كأنه أنا بدي أمسك إبرة للخياطة. شفتوا كيف عملت؟ بهذا الشكل. هلا شو بساوي؟ بس اللي علي إني أسحب وفضية من هون هيك، ها مثل كأني عم بعمل عقدة خياطة، فضية هيك بطرف الإصبع. وشو بساوي؟ شوفوا كيف بسحبها بهذا الشكل، ها سحبتها بهذا الشكل، فصارت الباور تشين مربوط بالمطاط، الباور تشين مربوط بالواير. بعدين انا بستخدمه للاستخدامات اللي بدي هي. طيب كيف بدي فكه؟ بحركه سريعه معاكسه، بمسكه انا من هذا الطرف، بمسكه من الطرف، ها بسحبه هيك، سحب معي. هي كانت تريك سريع. اهلا وسهلا فيكم، نلتقي بإذن الله بمحاضرات القادمة. السلام عليكم.